ايه بالضبط، انزل حبيبي، انزل انزل، هاي تجاوز، انزل ابوي، عاش كيدك، انزل لي، انزل لي، هاي منذ التاريخ. بلحظة وي، بلحظة حبيبي، بس لحظة، المهم بالضبط هنا، ابقى هنا، بالضبط هو الكورنر. اوكي، نعم راح نبلش ان شاء الله. نبلش حين جاود ان شاء الله. يلا، السلام عليكم جميعا. السلام عليكم اولادي وبناتي. رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. الوقت شويه متعب، ادري كلكم صيام تعبانين. ما راح أطول نهائيا إن شاء الله. المفروض يعني هو عبارة عن استعراض بالبداية للمحاضرة. المحاضرة الأولى تجاوزناها لأنه بيها في النبذة التاريخية عن الطب العادي ومن درس الطب العادي، وهذه ما نريد نضيع وقت بها وأنتم صيام. فراح أبلش بالأنظمة الطبية العادلية اللي هي نوعا ما شوية يعني شوية مهمة، فحتى تكونوا على اطلاع بها. طبعا هي عدة أنظمة طبية عادلية عندنا. النظام الطبي العدلي الحقيقة هو عبارة عن مجموعة من الضوابط والتعليمات التي يسير بموجبها عمل الأنظمة العدلية، وتختلف هذه الأنظمة تبعاً لاختلافات القانونية والسياسية والاجتماعية بين دول العالم المختلفة. طبعاً كل يعني كل دولة بالعالم، وخاصة احنا بالدول الشرقية والإسلامية، الأنظمة الطبية العدلية اختاروا النظام اللي يتوالم مع القوانين المعموله بذاك البلد. احنا القوانين خلينا نقول البلدان اللي احنا خلينا نقول القانون، يعني القانون مستنبط من الشريعه الاسلاميه، القانون الوضعي هو ايضا مستنبط من الشريعه الاسلاميه ويراعي حقوق الاديان الاخرى ايضا. فهو طبعا مختلف كذلك عن القوانين الموجوده باوروبا وبامريكا وب يعني كانت مختلفه من العالم. طبعا تصنف القوانين الطبيه العاديه الطبية العادية إلى عدة أنواع من الأنظمة. النظام طبعا هو الأشمل والأحسن هو النظام كورنر أو الكورنر أو الرجل القضائي أو الرجل القانوني، وهو من أكمل وأفضل الأنظمة الطبية العادية المتبعة في العالم. ومعنى كلمة كورنر هو عبارة عن مؤسسة متكاملة يديرها شخص يسمى أيضا بالكورنر، وهو شخص ذو منصب قضائي، يعني مثلا يكون قاضي تحقيق لديه شهادة منصب قانوني ولديه أيضا شهادة طبية عدلية. طبعا بالمناسبة القضاة يعني وحتى في ضباط الشرطة و يعني يسلكون يعني مسالك التحقيقات الجنائية عموما ياخذون كورسات بالطب العدلي، حتى ياخذون تشريح كلية الشرطة، ياخذون تشريح وياخذون طب عدلي بشكل مبسط طبعا، لانه هم شغلتهم تحقيقية حتى يقدر يمشي الامور بهذا المسلك. فاذا هو الكورنر هو رجل قضائي لديه شهادة طبية عدلية اولية او شهادة طبية عدلية، معلومات طبية عدلية. بس لحظة ثواني، خذ راحتك دكتور. نعم، فعنده خبرة طبية بسيطة بحيث يمكن يقدر يمشي معانا الحالات أو الكيسات المشكوك بها جنائيا، خلينا نقول. وأيضا ممكن يمارس أعمال تتعلق بهذا الموضوع لمدة لا بأس بها. وأيضا هو مسؤول في مقاطعة معينة من الدول، وتحال إليه جميع الوفيات في تلك المقاطعة والناتجة عن الإصابات خلينا نقول العنفية المختلفة مثل الجروح المتنوعة
حوادث الطرق، الحروب وغيرها، طبعا من الاشياء اللي مشتبه بها طبعا الاصابات. كذلك الوفيات الطبيعيه ايضا يحولوها لهذا الشخص، ويقوم ايضا الكورينر بالنظر في تلك الوفيات، وهو اللي قرر، طبعا هاي مهمه جدا، هو يقرر احاله للطبيب العدلي المختص، زين، والذي طبعا الطبيب العدلي يسمونه فورنسيك باثولوجيست، ولهذا تشوفون الفورنسيك ميديسن تابع للقسم الباثولوجي. فالفورنسيك باثولوجيست راح يقوم بتشريحها، والغايه الاساسيه من هذا النظام هو التعرف على سبب الوفاه بغض النظر عن وجود دوافع جنائيه من عدمها، يعني هل اكو دوافع جنائيه او ماكو دوافع جنائيه، المهم هو التعرف على سبب الوفاه. لذلك فان اكثر الوفيات يتم تشريحها بنسبه 90% تقريبا، ويتم زياره مكان الحادث من قبل الطبيب العدلي نفسه المختص من اجل تحديد طبيعه او كيفيه الموت. اما حالات الاحياء فيتم فحصها من قبل طبعا طبيب اخر يسمى بوليس سيرجن، ولذلك فهو نظام متكامل ويحتاج الى تسهيلات كبيره، وهو مطبق في بريطانيا وويلز واستراليا ونيوزيلندا. طبعا بالنسبه لما يتعلق بتشريح الجثث، او منو الجثه اللي نوديها للطب العدلي، طبعا بالقانون العراقي، بالقانون العراقي اي حاله وفاه، اي حاله وفاه العمر ما دون 60 سنه، ما دون 60 سنه without any medical history، يعني شخص مات ما عنده medical history، يعني ما عنده مرض مزمن، ما عنده فرشي، ما عنده كذا، هذا قانونا لازم يشرح قبل ان تعطى شهاده طبيه، قبل ما تعطى شهاده الوفاه. ليش؟ لانه انت شخص ما بي شيء ومات، فاذا ممكن تكون دوافع جنائيه زين وراء هذا الموت، او ممكن يكون موت طبيعي، يعني كارديو كاريس او اني يعني كوز. هذا شنو؟ هذا حتى يحفظون حق المريء الميت واهل الميت. يعني واحد عمره 55 سنه او 40 سنه مات صدري وما عنده ميديكال هيستوري ومات خارج المستشفى، طبعا لا ما يعطي شهاده وفاه الا شرح الجثه. في حاله واحده ممكن اهل المريض يقدمون طلب للقاضي انه احنا ما نريد تحليل تشريح الجثه هذاك الوقت. ليش؟ حتى يقلم يابا بعد ما لكم حق انت، يعني ما يجي مثلا بعد فت سنتين يقول له يابا ترى احنا والله حاله الموت ماله قنشك بيها جنائيه وكذا وهذا، فيقول يابا انتم ترى انتم طبعا هم عادي راح يفتحون القبر مرتين، بس انتم حقكم عموما سقط، لانه انتم كتبتم ماغي تشريح زين، ف يعني راح تعرف انت الجثه بعد سنتين تحللت انتهت. فهذا هو السبب. فاذا هو عمل الطبيب العدلي وعمل المعقد، وطبعا هو بالمناسبه يمتلك صلاحيات قاضي من الدرجه الثالثه في العراق، وايضا مرخص ان يحمل السلاح وكذا، تعرفون انتم شغله معقده ايضا. داود اعبر لي شوي على اللي بعد. نعم. عندنا النظام الثاني وهو النظام الفاحص الطبي، هذا الميديكال اكزامينر سيستم، وهو النظام يعتمد في عمله على الطبيب العدلي المختص بدرجه كبيره، يعني رجل القضاء او الكورنر خلينا نقول ما بينفقد يعني ما يتحمل فد مسؤوليه كبيره، المسؤوليه والاعتماد الكامل هو على الطبيب العدلي المختص، حيث أعطيت الطبيب العدلي المختص صلاحية قانونية إضافة لصلاحياته الطبية، مما يؤدي إلى تسهيلات أكثر في مجال العمل. والطبيب العدلي المختص هو الذي يقرر احتياج المتوفي إلى التشريح من عدمه، والغاية الأساسية من هذا النظام هو التعرف على سبب الوفاة بغض النظر عن وجود دوافع جنائية من عدمه، ويتم زيارة مكان الحادث أيضا من قبل الطبيب العدلي المختص من أجل تحديد طبيعة الموت، وأن الطبيب العدلي المختص للأموات ليس نفسه للأحياء. وهذا النظام أيضا مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية.
النظام الثالث هو الكونتيننتال او نظام القارة، وهو نظام يعتمد في عمله على الجهات التحقيقيه، حيث ان الجهات مثل مراكز الشرطه والقضاء وغيرها تكون هي صاحبه القرار في حاله قضايا الاحياء والاموات الى الطباب العدليه وليس الطبيب العدلي المختص، ما له علاقه. وبذلك تكون الطباب العدليه هي جهه تنفيذيه فقط، يعني تنفذ ما يقرره الضابط الشرطه، وليس لها الحق برفض اجراء تشريح الوفيات المحاله اليها من الجهه التحقيقيه والتي ليس لها معرفه طبيه عدليه جيده. يعني يجينا واحد ضابط قال شرح رايي، واحنا بدنا نشوفه ما تحتاج تشريح، انت هون بحسب هذا النظام انت ما تمتلك الا انه تنفذ القوانين اللي يفرض عليك ضابط الشرطه. الغايه الاساسيه من هذا النظام هو تشخيص الجريمه، هون تشخيص جنائي، البحث عن الجريمه ومن ثم التعرف على سبب الوفاه. يعني انه هون احنا نريد نعرف هل اكو جريمه؟ اشلون مات المريض؟ ما اعرف، مات بنزف، مات خلينا نقول بسم، بكذا. احنا بس نريد نعرف انه هل الموت هو جنائي ام عرضي في هذا السيستم. وطبعا هذا من أسوأ واغبى الانظمه العالميه الموجوده، وهذا النظام مطبق في فرنسا ومعظم دول اوروبا. النظام الرابع هو نظام فيسكال، وهو نظام يجمع بين خصائص نظام الفحص الطبي ونظام الكونتيننتال، من حيث ان الطبيب العدلي المختص للاموات هو نفسه للاحياء، ولكن يمتلك صلاحيات الضابط، يعني يمتلك صلاحيات قانونيه، يقدر يرفض، يقدر ينفذ، زين، اضافه الى صلاحياته الطبيه. والغايه من الاساسيه من هذا هو تشخيص الجريمه ومن ثم التعرف على سبب الوفاه، وهذا النظام مطبق فقط وين؟ في اسكتلندا. نيكست داون. نجي على المحاضرة المهمة كثير وجدا جدا مهمة، هي الموت وعلاماته. Death. ما هو تعريف الموت؟ تعريف مهم جدا جدا مهم، ويجيكم وتسألون بينه. Death أو الموت هو كل ما يحل بالجسم البشري نتيجة التوقف الدائم اللا عكسي للأجهزة الحيوية الثلاثة الرئيسية في الجسم، وهي الجهاز العصبي، الجهاز الدوران، وجهاز التنفس. وبسبب التطور العلمي الحاصل في مجال الهندسة الصحية وفي زراعة الأعضاء، فقد اختلف العلماء في تفسير وتعريف الموت، لأن الإنسان ممكن يتنفس عن طريق التنفس الاصطناعي، أو قد ينبض قلبه باستعمال جهاز نابض القلب الكهربائي، وبالحقيقة هو إيش؟ organically died، يعني هو ميت عضويا. وعلى هذا الأساس، وطبعا بالمناسبة يعني because of the development and very decent field of organ transplant، يعني في زراعة الأعضاء تطورت بشكل طبيعي، قاموا قسموا الموت إلى عدة أنواع، حتى إيش؟ حتى يقدر أكو بعض الناس يقول لك أنا أتبرع بأعضائي بعد الموت، وأكو بانك أوف أورغانز، أكو كثير يعني من البنوك تطلع تقدر تسجل بها خارج، يعني تقول له أنا متبرع بأعضائي بعد الموت، يسجل اسمك وينطوك رقم، زين، وتكون بهذا الحال انت مسجل عند راح سكرين، نعم اوكي، انت تكون مسجل حتى ياخذون الاعضاء بعد الموت.
فإذن يقسم الموت إلى نوعين وكالآتي: الموت الجسماني هو التوقف الدائم لجميع الأفعال الحيوية في كل أعضاء الجسم، يعني كلها وقفت، سوماتيك ديث. وعندنا الموت الخلوي اللي هو المهم، اللي هو السيلولار ديث، وهو تنخل خلايا الجسم أو سيل نيكروسيس بسبب فقدان متطلبات الحياة من الأكسجين والطاقة. وتختلف خلايا الجسم في قابليتها على تحمل فقدان الأكسجين والطاقة، من حيث بعض الخلايا الجسم تستطيع أن تقاوم انعدام الأكسجين والطاقة لعدة ساعات. طبعا كل خلية من الجسم أو كل أورغان من الجسم يختلف تحمله للأكسجين. مثلا مثل الخلايا العظمية تتحمل لعدة ساعات، بينما لا يقاوم البعض الآخر أكثر من عدة دقائق مثل الخلايا العصبية. ويشمل ذلك، انتبهوا هوني بالله يا شباب، هذا مهم جدا، موت الدماغ البرين ديث. أشنو هو البرين ديث؟ هو التوقف النهائي في عمل الدماغ بما في ذلك النشاط اللا إرادي الانفولنتري الضروري لاستمرار الحياة بسبب التخثر التام لخلايا العصبية في المخ اللي هو السيريبيلم. وفي جذع الدماغ اللي هو البرينستيم بعد فقدان الأكسجين في الدماغ، ويسمى هذا بالهول برين ديث أو بموت الدماغ الكامل. موت الدماغ الكامل إيش يشملنا؟ يشملنا البرينستيم ديث والسيريبيلم السيريبرال عفواً ديث. فعندك by that you will lose all the involuntary and طبعا voluntary reflexes، بينما في حالة موت المخ فقط إذا كان عندنا بس cerebral death وبقاء جذع الدماغ حيا، فإن عمل القلب والرئتين يمكن أن يستمر دون استخدام دعم الحياة، يعني مثل الأجهزة الداعمة مثل الفنتيليتر، ويسمى ذلك بموت المخ فقط اللي هو السيريبرال ديث. وأن الفترة الزمنية الواقعة ما بعد حدوث الموت الجسماني وقبل حدوث الموت الخلوية هي، ركزوا هوني بابا، هي الفترة المستخدمة في زراعة الأعضاء البشرية. يعني هاي كريتيكال، من يصير ديث هوني هنوك يبدون يأخذون الأورغان، يبدون يأخذون الأورغان ويستخدمون في زراعة الأعضاء البشرية. علامات الموت، هذه أريدكم تحفظوها مثل اسمكم. علامات الموت لازم تنحفظ مثل اسمكم، لأنه ترى كثير تفيد في حياتنا العملية إحنا كمقيمين بعد ما نتخرج. لأنه صراحة يعني أكو ناس يجونا unconscious وناس يجوك، أضرب لكم مثل، أكو حالة إذا كنت سمعتم بها هي status asthmaticus، منو تخي يعني يعرف لي هي صارت قدامي أنا في بغداد مقيم، وصارت هاي الحالة مع زميل عندي، منو يعرف هاي الحالة status asthmaticus؟ أخذتمها بالعملية أو شيء؟ لا دكتور. نعم، هذه الحالة سيفير اتاك اوف اسما، سيفير اتاك اوف اسما، يجي تشيست سايلنت تشيست، يعني لا يصعد ولا ينزل، قيف الفد مرة. فجانا للطوارئ، انا كنت مقيم في مستشفى ابن نفيس بال 97، او صار لي يمكن شهرين متخرج، جاء سايلنت تشيست، وولد معي المقيم الدوري هم معي كان، وجاءوا الأهل تفهم أي عبال الميت الأهل، فإحنا بعدنا شباب ما نعرف، إحنا مشينا مع مشيتهم. جاء قال لي رضوان هذا سايلنت تشيست، جيبوا الدي سي شوك. قلت له بس أصبر دقيقة، وهذه خليجي المقيم الأقدم، إحنا بعدنا يعني خلينا نشوف. وأنت طبعا مقيم وبعدك توك متخرج وتخاف، تخاف يعني بذاك الزمن تخاف، هذا الزمن أنت قيس. فبالفعل ما استنظر، ما انتظرني عيني ودق دي سي شوك، وهو طبعا نوت دايت، يعني هو عنده بس سايلنت تشيست. هو لو
كان عمل الاختبارات مال الموت في خلال ثانيتين ممكن يعرفون هو ميت او ما ميت. زين، فاذا علامات الموت واختبارات الموت لازم نعملها بالسرعه الممكنه حتى نعرف انه هذا ميت او ما ميت. فاذا عندنا علامات الموت، عندنا اولا العلامات الظنيه للموت. اولا او الف علامات الجهاز العصبي، اولا تعطل جميع الحواس في الجسم وانعدام الانعكاسات المنعكسات الحسية. اثنين، حصول الرخاوة العضلية الابتدائية. الإنسان أول ما يموت طبعا، أول ما يموت راح يصير عنده رخاوة عضلية ابتدائية. احنا عندنا العضلات راح يصير رخاوة وراح يصير شد بعدين يصير رخاوة، راح نحكيها بالتفصيل إن شاء الله. أول شيء لهذا تشوفون أول واحد على المسلسلات، أول ما نشوف أول ما يشيل إيده يفلد الطرب تقع، صح؟ هذا هاي رخاوة عضلية أو ابتدائية. اثنين، توسع ثابت لبؤبؤ العين. ليش يسمونه توسع ثابت لبؤبؤ العين؟ لأنه بؤبؤ العين إذا سلطنا عليه بالحالات العادية أي لايت أي إنارة راح يصير بينه راح يتخلص. هذا ريفلكس، كورنيال ريفلكس يسمونه. زين عيني أو بيبل، عفوا بيبل ريفلكس. زين عيني، توسع ثابت. أربعة، غيبوبة عميقة ودائمة. أشون يعني غيبوبة عميقة ودائمة؟ يعني ما يتحرك لا يد ولا رجل، قرصه قرصة قوية، تشكشكه بدنبوز كذا، ماكو. إذن هذه العلامات الظنية للموت بالنسبة للجهاز العصبي. بالنسبة للجهاز الدوران، أول شيء طبعا وروده في حرارة الجسم، رأسا في حرارة تنخفض. اثنين، شحوب في الأجزاء العليا من الجسم. طبعا الأجزاء العليا من الجسم هي سطحية. زين، والرأس أول شيء يصير وبعدين يبدي الشحوب يزيد. ومن يصير الكونجستد الديبندنت أريا حسب الجرافيتي، حسب الجرافيتي راح يصير الديبندنت أريا اللي مثلا إذا مستلقي على ظهره راح يصير الديبندنت أريا هي الظهر والبوتوكس وال يعني الدورسم اوف ذا ليج. هاي راح يصير كونجستد. ليش؟ لأن الدم كله وين راح يتجمع؟ بالديبندنت أريا. بس الأجزاء العليا راح يصير بيها شحوب لأن الدم راح يبدي إيش، ماكو بامبينج، فراح يقعد بالديبندنت أريا. ثلاثة، توقف الدوران التام، الدم التام من خلال فحص الأوعية الدموية في شبكية العين. عندنا أوفثالموسكوب راح نفوته باللون لو ما كفي يحتاج، يعني راح نباوع على الريتنا بالأوفثالموسكوب راح نشوف الريتنا كابيلاريز كله إيش empty from blood. بعدين الرابع هو هذا أكثر شيء يستخدم، انعدام نبض الشريان القعبري أو الراديال بلس أو أي شريان نابض تحت الجلد. هذه هي علامات جهاز الدوران. نجي على علامات الجهاز التنفسي عبوري عند داود. Next حبيبي. علامات الجهاز التنفسي، حدوث ما يسمى بشهقة الموت. بالضبط هي الشكل شهقة الموت. أشني هي هاي؟ وهي عبارة عن شهيقين عميقين، شهيقين عميقين بدون زفير، والتي تمثل انتفاضات تنفسية ثم تهمد حركة صدر الجسم ويتوقف التنفس. وقد تحصل إطالة في فترة التنفس ما بين 15 إلى 20 ثانية بين نفس وآخر. طبعا هذه راح تعمل لكم مشكلة كبيرة هذه لما تكونون بالطوارئ. طبعا انت شخصته ومات، ولكن ممكن كل 15 20 ثانية يطلع له نفس، فانت اذا تقلم مات راح تاكله قتلي من اهل المحترمة، من اهل المريض. لانه دكتور قصر بواجبه. ورأساً طبعاً الفيسبوك، إحنا الله رحمنا ما عندنا فيسبوك بوقتنا، هسعته أكو فيسبوك يفضحوكم. فتشوف بعضهم يصير كل 15 20 ثانية الصدر يصعد وينزل. زين، هذه إطالة في فترة التنفس، هو إنسان ميت، لكن هذه تصير مرة مرتين أو ثلاثة وتروح تختفي. فأنت لا تنسحب من يم المريض، نصيحة، وعمل بعض الشو بزنس وانت تعوفكم مات.
الى ان هاي العمليه تنتهي تروح، حتى ايش انت تخلي مسؤوليتك زين امام اهل المريض ويسوي لك مشاكل. فاذا هذه هي علامات الموت الظنيه بالنسبه لاجهزه الجسم. زين، الموت الظاهري او يسموها الحياه المعلقه، شنو هذا؟ هو عباره عن حاله خاصه تنخفض بها جميع وظائف الحيويه لاجهزه الجسم المختلفه في ادنى حد يمكن ان تدوم معه الحياه. يعني هو طبعا يعني ميت ظاهريا، بس شنو؟ يشتغل القلب بشكل بسيط، شويه الكدني، شويه البرين، يعني بس شنو؟ يعني عايش مثل ما يقول لك على الحافه في ادنى حد يمكن تدوم معه الحياه، حيث تكون ضربات القلب ضعيفة وبطيئة ولا يمكن سماعها بواسطة السماعة الطبية، ولا يحس النبض من الراديال أرتري زين اللي هو الشريان الكعبري عند الرسغ، وتنعدم الحركات التنفسية والانعكاسات العصبية. وفي مثل هذه الحالة يصعب على الطبيب التأكد من وجود حياة في الجسم، والموت الظاهري يمكن أن يحدث إرادياً كما في بعض حالات رياضة اليوغا. موت الظاهري ممكن يكون إرادي عند هذول المحترفين برياضة اليوغا، وقد يحدث بصورة لا إرادية، وهذا هو المهم عندنا في الطب العدلي، وذلك في الحالات الآتية. أشو قد يحدث الموت الظاهري بالحالات اللا إرادية؟ أولا، الأشخاص الذين يتم انتشالهم من الماء وهم بين الحياة والموت، كنغرق وتشيلون بين الحياة والموت، هذا موت ظاهري، نبض ضعيف، نفس تكاد تكون ما تحسه زين، فهذا قسم. القسم الآخر منهم الأشخاص المسعوقين بالصعقة الكهربائية، التيار الكهربائي. ثلاثة، الطفل المولود لتوه والذي لا يبدي علامات الحياة، الطفل الأول ما يجيبونه بعد لا يبدي علامات الحياة إلى أن يسحب منه هذا السكريشنز يطبطب كذا فتدب فيه الحياة. الأشخاص الذين يتعرضون لأضرار رضية شديدة في الدماغ، حادث سيارة قوي يا ستار، يصير برين كونكشن وبرين كونتوجن ويدخلون في هذه الجزئية. خامسا، الأشخاص الذين يتناولون جرعات كبيرة من المخدرات، وأن جميع هذه الحالات المذكورة يمكن أن تتم معالجتها بالإسعافات الأولية السريعة والصحيحة مثل التنفس الفموي وفي حالة الغرق وغيره، مثلا صعقة كهربائية ممكن ننطي سينكرونايز ديسي شوك أو أشياء أخرى. يعني هذه الحالات ممكن أن نسعفهم وتفيد من الإسعافات الأولية جدا. زين، ما هي نيكست داود؟ ما هي الفحوصات والاختبارات التأكيدية على حدوث الموت؟ أشني الاختبارات التأكيدية اللي خلص من تطلع عندنا بوزيتيف نقول المريض انتهى مات، وراح نبدي نعلن الخبر بشكل نهائي للأهل المريض. ألف أو أولاً اختبار ويتسلو، يجري هذا الاختبار بوضع إناء زجاجي يحتوي على كمية من الماء، يعني فوق الإبيغاستريك أريا، فوق المنطقة الشرسوفية. فإذا استقر سطح الماء في الإناء دل ذلك على توقف الحركات التنفسية عند الأموات، يعني ما يتحرك سطح الماء، فإذا إحنا هوني توقفت تماماً الحركات التنفسية. اثنين، اختبار ماكنز، يجري هذا الاختبار عن طريق ربط قاعدة أحد الأصابع من قاعدة الأصبع، زين، نربطه بخيط متين. إذا كان البيشنت ألايف أو الإنسان ألايف حي، فيحتقن الأصبع سكونجيشن بالأصبع، ولا يحصل ذلك عند الأموات. الاختبار الثالث، اختبار العين،
اللي هو طبعا هذا اكثر شيء احنا نستعمله، اللي هو منعكس البعبع الضوئي او البيوبل لايت ريفلكس، حيث يلاحظ وجود توسع ثابت لبعبع العين عند تقريب الضوء منه، ذلك عند الناس الاموات. وعند الناس الاحياء لا، طبعا اذا قربنا لايت راح يصير بيوبل كونتراكشن، فهذا او يكون البيبولار ريفلكس شغال عند الاحياء وما يشتغل عند الاموات. منعكس الوطف او الكورنيال ريفلكس، ايش نعمله هذا؟ ملاحظه، يعني نجيب قطعه من القطن، ناتي بقطعه من القطن و نخليها تلامس الكورنيا او القرنيه، نلاحظ تحرك الجفن عند الناس الاحياء. اوكي، حيث يلاحظ عدم تحرك اجفان العين عند ملامسه القرنيه بقطعه من القطن عند الاموات، وعند الاحياء طبعا العكس صحيح يتحرك. او عندنا ثالث اختبار العين هو ظاهره الشدف الساكن او السيجمنتيشن، حيث تشاهد تقطع الدم داخل الاوعيه الدمويه لشبكه العين عند فحصها بجهاز العين الاوثالموسكوب عند الاموات. كذلك نرجع على نفس الموضوع الاوثالموسكوب وندحق بالفندس اوف ذا اي ونشوف تقطع الدم في الاوعيه الدمويه لشبكيه العين، فهذا يحصل عند الاموات. اربعه، فلاتنينج اوف ذا اي سي جي، تسطح قراءه تخطيط القلب عند الاموات. خامسا، عدم سماع دقات القلب وصوت التنفس باستخدام سماعه طبيه عند الاموات. سادسا، وضع مرآه او زجاجه امام فتحه التنفس الخارجيه وانتظار تطبيبها ببخار الماء عند الاحياء وعدمه عند الاموات. هذه هي اهم الاشياء اللي تخص اختبارات العين. نيكست داود، بهاي المحاضره يمكن خلصت. خلصت، هي انتهت داود. انتهت، اتوقع الاضافه كانت على المحاضره الاولى يمكن. نعم انتهت حبيبي. خلصنا اليوم، وي هاف تو ستوب ناو. احنا اخذنا هاي المحاضرات ان شاء الله تقروها جيدا، خاصه علامات الموت جدا مهمه، تقروها وان شاء الله الاسبوع الجاي نبلش العملي ونكمل معاكم بنفس الموعد باذن الله تعالى. Any question؟ إن شاء الله دكتور. أحد عنده سؤال؟ البنات؟ تمام دكتور. بالتوفيق، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. على الجميع.